مع مرور سنتين على بداية ظهور كورونا، طبيعي أن الناس آمالها تقل وتصيبها حالة يأس من أن الفيروس ينتهي والحياة ترجع لطبيعتها، خصوصا بعد ما ظهر لنا أوميكرون اللي هو شديد العدوى. وترى قلة الأمل اللي بنعاني منها يعني ما هي جاية من فراغ، فيمكن اللي مأزم الوضع بزيادة هو أنه حتى العلماء نفسهم والمجتمع العلمي آراءهم متضاربة، ففي المتفائل اللي بيرجح نهاية قريبة للوباء، وفي اللي لسه أو اللي بيقول لا يا جماعة لسه في متحورات جاية على الطريق. بس اليوم في تنبؤ جديد استوقفنا الصراحة، وهو بيميل لكفة استمرارية كورونا، لكن أهميته بتكمن في أنه هذا التنبؤ بيعارض أهم خبراء الصحة العالميين، فهو بيتنبأ أنه الفيروس حيفضل معانا لقرون، لمرحلة أنه أحفادنا حيطعموا منه. اللي تنبأ بهذا الشيء هو خبير اللقاحات والأمراض المعدية الأمريكي الشهير الدكتور غريغوري بولند، والسبب في رأيه هو أنه الفيروس أظهر قدرة على إصابة الحيوانات، واللي بيعني أنه ممكن ينتشر ويتحور لأجل غير مسمى. طبعاً دكتور غريغوري حب أنه يرفع آماننا أكثر وأكثر ويقرب لنا الصورة، فقال أنه اليومنا هذا الناس بتتطعم من الإنفلونزا اللي ظهرت سنة 1918 وسببت جائحة وقتها. يعني فكروا فيها، في وجهة نظر في كلامه يعني. طيب أحب أقول لكم بس أنه الدكتور غريغوري معروف بتحقق تنبؤاته رغم سوداويتها، وأخيرا في ديسمبر وقت ما تنبأ أنه 32 ألف أمريكي بيموتوا بنهاية 2021، وفعلا خلال تلك الفترة تسجلت 31 ألف وفاة في أمريكا بسبب كوفيد. عموما الجدير ذكره أنه الدكتور غريغوري بولند مو هو الوحيد اللي أتوقع بمستقبل طويل لكورونا، فكمان ما ننسى أنه كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي حذر في أغسطس من متحور متوحش لكورونا يخلي دلتا وكأنه ولا شيء مقارنة فيه، وبالفعل بعدها بكم شهر ظهر لنا أوميكرون. لكن في مقابل كل هذه التنبؤات بأنه كورونا مطول، ما ننسى أن الصحة العالمية من يومين بس أتوقعت نهاية محتملة للوباء وتحديدا في أوروبا، وأكدت أنه هذا الأمر قد يقرب الأزمة الصحية هذه من النهاية، والسبب هو أنه الناس حتكون اتطعمت أو الناس أنه حتجيها مناعة جماعية بسبب الإصابة. وسط كل هذه التصريحات المتناقضة عن نهاية الجائحة من عدمها وأنه الموضوع قريب أو لا، الناس منقسمة، شيء متفائل وشيء متشائم، وإحنا حبينا نعرف آراءكم، فسألناكم عبر حسابنا على تويتر هل أنتم متفائلين بنهاية كورونا قريبة؟ طيب وفقا لنتائج استفتائنا واضح أن الغالبية العظمى ما شاء الله من متابعينا يعني متفائلين وإيجابيين الصراحة يعني، ف 63% منهم تقريبا قالوا نعم، أما الباقي اللي هم 38% فقالوا لا مو متفائلين بنهاية كورونا في المستقبل القريب. هدول اللي قالوا لا أوكي الحلق طاح، كبرك طاح في يدي عشان ما يتكسر. على العموم طبعا المتشائمين أنا منهم، وصراحة أنا فقدت الأمل، يمكن أنا بقول هذا الكلام يمكن من 2020. العموم ينضم إلينا من الرياض عبر زوم دكتور ثامر الخشان استشاري الأمراض المعدية. أهلا فيك معنا دكتور ثامر، مغير اللوك اليوم يا دكتور. مساء الخير. مساء النور، معرفتك في البداية. على زوم عشان كذا. أيوة. طيب خليني ابتدي معاك في الكلام. تعرف انه يعني من اول كانوا بيقولوا اوكي خلاص يلا قرب، بعدين جايين هذا الشيء الجديد اللي بيقولوا انه لا ترى يا جماعه حتقعد معكم لقرون، انت لاي الاراء بتميل؟ جميل، امس عليك بالخير وعلى المشاهدين والمشاهدات. طبعا ما اعتقد انه في تناقض في الموضوع يعني. الموضوع زي ما تكلمنا سابقا يمكن على طريق تفاعلكم انه في شيء اسمه تنتهي كورونا، وفي شيء اسمه تنتهي الجائحه او البانديميك اللي حاصل، وهذا اللي يمكن النفق اللي كنا نتكلم عنه سابقا في حلقه سابقه. فنهايه الجائحه هو اللي نتكلم عليه وهم اللي يتكلمون عليه الخبراء، ويمكن التقرير اللي ذكرتوه بشكل عام. الجائحة لها نهاية والنفق له نهاية بإذن الله، متى عاد هذا اللي قاعدين نحاول كل الجهود اللي قاعدة تصير
ومحاولات السيطرة على الوباء هي تصب في موضوع انه الجائحة لها نهاية، ولا ما كان في فكرة اصلا من كل الجهود. فبإذن يعني الله يعني اذا الجائحة لها نهاية ايش اللي حيكمل معانا؟ كورونا يعني؟ طب ما كورونا هو اللي جائحة. لا مو هنا الفكرة بالضبط، هذا التفرقة اللي نحتاج نسويها سعر. الآن المرض كمرض ممكن يكون موجود، تمام؟ أيوة. زي ما انت شايف في امراض كثيرة، في الانفلونزا، نزلات البرد، امراض كثيرة يعني معدية غير ما تشكل جائحة ولا تشكل خطر. الجائحة هي لها تعريف معين، لما يكون يكثر الحالات بطريقة معينة ويصير زي ما يقولون يعني ذات يسمونه اوف بابليك كونسيرن، البابليك هيلث كونسيرن، يكون ذات يعني قلق، اي انه قلق كده على الصحة العامة بشكل عام حول العالم ككل يعني. طيب اوكي بالضبط. بس يعني بس انت كمان اللي بتقوله يعني انه الجائحة حتنتهي لانه خلاص كمان حيصير الكل عنده نوعا ما اللي هي مناعة القطيع يعني؟ طبعا في شيء قبل مناعة القطيع، بالعكس كل الجهود اللي بذلت من ناحية التطعيمات، من ناحية اللقاح، يعني تطعم عدد يمكن في الهيستوري ما وصلنا للرقم هذا من ناحيه التطعيم، طعم عدد جبار جدا في العالم. صح لسه في بوكيتس وفي يعني اماكن معينه ما فيها تطعيم في بعض الدول او قليل فيها نسب التطعيم، بس طعم عدد مهول، مليارات البشر تطعم يعني عن هذا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، فعلا مع الاوميكرون الحين لاحظنا كمية انتشاره يعني صراحة غير طبيعية، زي لما تولعين لك طرف زيت كيف يشب الزيت كله في المكان. ففعلا الانتشار يعني غير مسبوق، مو طبيعي جدا جدا. يعني لو تلقين مثلا فعلا في بيت معين مثلا مستحيل، ما خلاص دخل البيت يمر على الجميع، دخل اجتماع معين يمر على الجميع. فهذه كلها يعني أجين قد تعطي مناعة معينة من فترة معينة، لكن الجهد الأكبر أو المناعة اللي وصلنا لها بشكل كبير واللي هي جيدة جدا مناعة اللقاحات خصوصا في بعض الدول. طيب يعني أيوة جميل. بس هو الآن كمان بيتكلم وصار فيه كلام إنه الشركات المنتجة للقاح إنها بتشتغل على لقاح مخصوص لأوميكرون، فهل نحن حيصير عندنا لقاح كورونا عام ولقاح أوميكرون ويعني كده حنبتدي حسب المتحور يعني؟ احنا الان صراحه فكره ان نقعد نفكر يعني يخبر بفلوس بكره يبقى ببلاش، نقعد نفكر وش اللي بيصير بعد فتره. واحنا اللي في يدنا الان هو اللي نشتغل عليه حاليا، يعني نقلل قدر المستطاع من الانتشار الحالي باتباع الاجراءات مكافحه العدوى، ونتلقى التطعيم. لانه فعلا يمكن الناس اللي اصيبوا مؤخرا يعرف بالضبط اهميه التطعيم، وانه كيف الحمد لله الحالات بسيطة جدا وتمر. حتى بعض الناس بدأ يستسهل موضوع كورونا، يقول لك هذه كورونا اللي خوفينا منها يعني، عرفتي؟ بس الحمد لله هذا كله يعني بفضل الله ثم بفضل التطعيمات اللي وجدت اللي يعني خففت المرض. إيه طب أوكي الحين أنت ما تبغاني أروح لبعيد إنه على تطعيم كورونا، طب الجرعة الرابعة من التطعيمات اللي موجودة عندنا هذه قريبة ولا برضو؟ لا هو في بعض الدول جربتها فعلا يعني بعض الدول زي امريكا واسرائيل وكذا، لكن انا اتوقع يعني هي في النهايه انت حتقعد تلاحق الى متى يعني. عشان كذا احنا نقول يعني لو باذن الله، طبعا هذا كله في المستقبل، لو باذن الله قدرنا نسيطر على الوضع الحالي وما صار في متحور جديد، وطبعا نرجع ونقول زي ما قلنا سابقا عن تفاعلكم، المتحور البيئه الخصبه له لما يكون الانتشار واسع والناس تركتها كذا بشكل خلاص خلينا ننعدي وخلاص، هذا بيئه خصبه للتحور عشان تحصل. لسه في بعض الدول ما صار، ما يمكن ما جتها موجه كبيره، يمكن دول زي الصين ونيوزيلندا مثلا. بس الان مثلاً كل الدول بترفع الاجراءات، يعني رفع الاجراءات مو هنا المشكله. الصين ونيوزيلندا مثلا يمشون على استراتيجيه حقت صفر عدد حالات، فهذا اللي مخلي الوضع يمكن الى الان ما جتهم موجه اوميكرون. قد يكون نتخوف انه مثلا يصير عنده موجه عاليه ويصير فيه متحول جديد، فهنا هنا الخوف. لكن باذن الله اذا الامور تمام مشت والمتحور يعني ما جاء متحول جديد نطلع من النفق باذن الله. لا انا اسمع النفق هذا نحن مطولين فيه، لانه كل شويه بيطلع متحور جديد قدامنا بيسد علينا النفق هذا، فواضح انه ما حنوصل للنهايه، ما حنشوف النور يا دكتور. لا نشوفه إن شاء الله بإذن الله. يعني أتمنى إن شاء الله، يعني إن شاء الله في حياتنا يا رب. طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا دكتور ثامر الخشان استشاري الأمراض المعدية، شكرا لك.